نعم. شيخ جزاك الله خير، أرى كثير ممن يقرؤون القرآن وخاصة في حلقات القرآن يهزون أو يتحركون حركة، ما حكم هذه، ما الهز؟ نعم، هذا إن شاء تلقائيا فهذا ما في بأس، لأن بعض الناس يستعين مثلا بالهز هذا على التلاوة، وإن جاء تعبديا فإنه لا يجوز، بدعة. ومع ذلك نحن نحث الذين يهزون تلقائيا أن يعودوا أنفسهم ترك الهز، لأنه قد يقتدي بهم غيرهم ويظن أن هذا أمر مشروع. نعم.